السلام عليكم. توجور دون الموضوع السطري بما يخص الولادة والتوليد والحمل، غادي نشوفو لوفيلاسيون. ما معنى لوفيلاسيون؟ ما معنى لوفيلاسيون؟ لوفيلاسيون هي العبارة، هدرنا على في الحي لو سيكل مونسترويال، ألوغ قلنا العبارة. Se caractérise par la libération de l'ovocyte ovule par l'ovaire, ensuite sa captation se fait par l'ampoule de la trompe de Fallot. Idem, même à l'ibada, l'ibada, il y a rouge et maïda, mine le mébiot et la main. À un haouakt, l'ibada, un haouakt, waqt à peu près 40 secondes. Elle se caractérise par le gouna fil mébiot, maintenant, fil. في الجهاز التناسلي عندنا الرحم وعندنا البيضين، هذو البيضين قلنا عندهم بزاف البويضات قاعدين يطلعوا، هاد البويضات شيديروا يولد كل مرة توجد وحدة، سواء بيض كاين تكون مرتين في نهار واحد في وقت واحد، كاين لوكوش إلى دوات، كاين يجيو بيضتين على لاكوش وحدة على دوات، وكاين الإبادة كل شهر كيفاش. كاين شهر كاين لو دوا هو اللي يبيض ومن بعد لو كوش هو اللي درنا البيضه وكاين اللي عندنا غير لا دوات وكاين عندنا غير لا كوش من بعد خطره باسكو يكون واحد فيهم فنيان خطره بكل 3 أشهر 4 أشهر تجي اباده من لاكوش ولا لا دوات هذه عن الاباده اذا الخروج سو كاركتيريستيك دو لومبول هاد البيضه مين تخرج شكون اللي غادي تشدها تخرج منها تشدها هذه لومبول تاع قناه هذاك على البول هذه هنايا باش تطلع في باش الميكر هذه البيضه الميكر باطخ دو فان نشوفو هذا التقليد كيفاش غادي يصير لوفيلاسيون كومون ايفا اتر الوغ لوفيلاسيون لوفير كونتيان ان كرون نومبر دو فوليكول بريموردو ا بارتير دو لا بيبرتي ابخي شاك سيكل مونستروييل ان نوفو فوليكول va poursuivre son développement puis arrive à la maturation au milieu du cycle pour libérer l'ovule. Alors, كل هذا المبيض il contient قلنا بيضات بويضات هاد البويضات راهم في السيكل بريمير راهم عاد في الطول الصغير ولا الطول الجنيني كيما نقولو حنايا باش يكون باش يطلعو يولو ان فولوكول دو دو غراف سا فيدير يتلقاو اون ماتوراسيون يكبرو باش يوصلو هاد البويضه كيما المرضى كيما الطفل يزيد من بعد يكبر يتعلم ياكل يتعلم يتمشى يتعلم يهضر يتعلم كيما هكا حتى يولي رجل حتى نلقاوه رجل او مرأة ما غاديش يجي بالاولى كيما هكا صار يحلو لوفير عندها هاد الجميع البويضات الصغيره غادي يفون اتر ماتور باش يقولوا ان فوليكول دو دو غراف هاد الفوليكول دو دو غراف باش تبيضه باش تقيسه يخرج من هاد المبيض مين يكبر خصه يخرج خلاص يروح في الاطراف وهاد وهاد السيكل هذا يجينا هاد الاليه تبدا لنا عند المراه من لا بيبرتي وقت البلوغ الى حتى سن الياس حتى لا مينوبوز سن الياس وهو لا مينوبوز عندنا هذه من جهه ابارتير كاين اللي ابارتير دو 12 أو 13 Alors, 14 ans, le 14 ans, il y a 50 ans ou 45 ans. Jusqu'à cet âge-là, il y a encore cette manière d'aimer. Tu as un moyen de faire le baïda, ou tu bouges de faire le baïda, ou tu retrouves le baïda. Pour être libéré, le follicule de 2 graphes, ou follicule mûr, est visible à la surface de l'ovaire. Au centre de ce follicule de 2 graphes se trouve l'ovule appelé astade ovocyte. L'ovulation s'effectue vers le 14e jour. Alors, sans faire la rage, d'ailleurs, elle est un ovule mature, ce qu'on appelle un ovule de 2 graphes. Elle est un ovule de 2 graphes, une ovule de 2 graphes, il y a un petit peu de l'ovule, elle est un ovule de 2 graphes, 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 elle est un ovule de 2 graphes,
كبيره صاي خصها تخرج من البيضه، خصها تخرج من البنيان تروح باش تطالع على تلقح ولا ما تلقحش. الو هذه البويضه نعيطو لها دروك هذا الفوليكول دو غراف هنايا من يخرج يقول لي اوفوسيت، نسموه اوفوسيت. الو لوفيلاسيون الاباده تحدث اون جينيرال اوز الونتور دو 28 جور، اوز الونتور دو 28 جور لاخاطش عندنا بارفا في لي سيكل نور لي سيكل كوز، عندنا دي سيكل تاع 21 يوم، عندنا دي سيكل فوتو 30 يوم. الوغ كل مرة وين تحدث الإبادة، لكن من يكون 28 يوم تكون المرأة عندها لو سيكل تاعها لو سيكل مصريع تاعها كل 28 يوم، هذه المرأة نقول عليها أن بيان غيبلي لوفيلاسيون تاعها تحدث أوزالونتو دو 14 جور. الوغ لو فوليكول دو دوغراف mûr et visible à surface, on a parlé de l'ovaire. Alors, il s'effectue au 14e jour du cycle. Le taux d'oestrogène augmente progressivement dans le sang et déclenche la libération de l'hormone luthéinisante, atteignant le pic de la follicule, se rend en libérant l'ovule. C'est l'ovulation qui sera alors captée par les franges de la trompe. Qui m'a fiché le cycle menstruel, Anna Marhalatel, Anna Marhalatel. الاستروجين بعد مرحله البروجستيرون. اذا من تكون المرحله الاولى اش قلنا؟ قلنا الاف اس اش، الاف اس اش سي هرمون فوليكولو ستيمولونت. هي علاش اسمها فوليكولو ستيمولونت؟ فوليكولو ستيمولونت باسكو استيمول هاد الفوليكول، استيمول هاد البيضه غادي باش تكبرها، هي لا فوليكولو ستيمولونت. من بعد تجينا لوغمون لوتينيزونت، ما بين المرحلتين هنا تحدث الاباده. الاباده ما بين de la follicule de l'hormone luthéinisante. من بعد عندنا الهرمون لوتينيك، الهرمون لوتينيك هذه تاع البروجستيرون. اذا ما بين هذ الاثنين من تحدث شفنا تحدث الاباده، غادي يخرج هذ البيضه. من تخرج هذ البيضه كاس كي بايافا هذ لي فرونج، هذ الهنايا سكو مع لي طونج اي لي فرونج، هذ لي فرونج هما اللي كيفاش شعلات اش غادي تلتقط هذ البيضه، غادي تلتقطها باش تجيبها تدخلها في القناة الناقلة للبيوض، باش تدخلها تردها تكون هنايا هكا كيما درت الحاجة وتحطها وتبدا هادي هنايا تبدا تتمشى. كي بوغا اتخ فيكوندي سينون ان ديجينير، هنا حاجة اللي نعرفوها بلي التلقيح يوقع في لو ان تيير تاع لا ترونب. التلقيح ما يوقعش في الرحم، ما يوقعش هنا، يوقع في الانتيير سوبيريور تاع القناة الناقلة للبيوض. مين تتلقح هذه البويضة؟ نشوفو هنايا لي سبرماتوزيت راهم جايين، لا كان فيها تلقيح البيض غادي يقحم، لا ما كانش فيها تلقيح غادي يطيح وتموت، سوف تتلاشى، عندما تتلاشى ما كان لحم لا شيء آخر. ألوغ كونكوغار كي سيكريتي باغ لو بروجيستيرون اي استروجين اندوكرين. دونك أسو نيفو va être fécondée, sinon il dégénère. La paroi folliculaire se transforme en corps jaune et une glande endocrine temporaire qui va sécréter la progestérone et les désœstrogènes. Alors, هذا اللي قلت لك هذا هذا اللي اسمه هنايا غادي نقارو هذا تقرا تحسب روحها باش تكون حامل شنو تبدا تعطينا الاستروجين قلنا من يوقع الحمل هي اللي غادي تشد لنا الحمل حتى من تجي لوغر تاع النشيمه. دونك هذا غادي يولي اونكور جون، غادي يولي اون كلوند، غادي يولي غدة تعطينا البروجستيرون اي لي استروجين بينما جات الوالد تاع النشيمة. سين دوبلاسيون شنو هنا لي سين يعطونا بلي هاد المرأة ولا هاد الإبادة راهي مشدت. كاين لي سين لي نجمو نعرفو بيهم بلي كاين إبادة. لا بيريود دوبلاسيون بو سي مانيفيستي باغ دي سيمبتوم بلوز او موان ماركي. Sensation de temps amer, on a tadien au niveau des seins, il y a une tension mammaire, ça veut dire les seins ils sont tous tout le temps les douleurs, tout le temps les rahim drara, mais tadien il t'a drara fait tadien. On a une douleur abdominale survenant du côté de l'ovaire qui libère son ovocyte, présence de sécrétion vaginale. Alors on a une douleur qui y a à gauche, y a à droite, ou là parfois la douleur qui مع بعض تجي عند لو با فونتر، هاد لا دولور تبين لنا
لو فيغ اللي راح يتبين بيه، يا راح يتبين بلا غوش ولا راح يتبين بلا دوات، ولا يحدث الاباده او لا. سي بوغ سا اون دي بوتي دولور، ماشي دي دولور اللي يقول لك كبار، ولا دي بوتي دولور، هذيك اللي دولور تحسها باللي تعرف روحها باللي راح تبين. وعندنا ثاني لي سكريسيون فاجينال، لي سكريسيون فاجينال في الاباده وين تحدث افرازات، هاد الافرازات هنا غادي نشوفوا لو فالتاعها، هاد الافرازات باش تعاون الحيوانات المنويه باش يدخلوا في الرحم. علاه يوقع تفريج في عنق الرحم؟ علاه يوقع هاد الافرازات؟ هاد الافرازات غادي تعاون. الوغ وين تجي في لوبيلاسيون عندنا هاد الافرازات تكون بيضاء، تكون كليغ صافيه، تكون فيلونت، تكون كي نقولوا حنايا تتكسلها فيلونت، هادو سي دي سيني